السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد التقاعد طبيب عراقي يجري 480 عملية مجانا. أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية عن إجراء الطبيب العراقي الاستشاري الدكتور أنور نوري أكثر من 480 عملية بمجال جراحة الدماغ والحبل الشوكي مجانا بعد إحالته على التقاعد. وقالت إدارة المستشفى في بيان إن على الرغم من إحالته إلى التقاعد بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنسانية، إلا أن الاستشاري أنور نوري قرر الاستمرار وإجراء العمليات مجانا وبدون أي أجر لتستمر يديه بملا لمست أوجاع مرضاه وتكون بلسم لهم. أضافت أنه أجرى الاستشاري أنور نوري نحو 480 عملية جراحية معقدة بجراحة الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 أشهر بعد إحالته على التقاعد، وقرر العمل بصفة عقد في المستشفى بعد التقاعد. وأفاد أن نوري نجح في فك لغز العديد من أورام الدماغ وإجراء العمليات النادرة والمعقدة طيلة حياته العلمية، ويشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات البورد في تخصص الجملة العصبية، وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.